الجيشان الأمريكي والكوري الجنوبي يجريان تدريبات على القصف الجوي كجزء من تدريب ميداني مشترك. وفي إطار التدريب تقوم طائرات مقاتلة وهي تسقط أنواعاً مختلفة من الصواريخ والقنابل. القوات الجوية الكورية الجنوبية قالت إن التدريبات على إطلاق النار الحي جواً والقصف الجوي أرضاً على مدار 5 أيام بدأت يوم الاثنين الماضي مع الجناح المقاتل الأمريكي رقم 51 في سلاح الجو 7، وشاركت فيه طائرات مقاتلة كورية جنوبية مختلفة جنباً إلى جنب مع الطائرات الهجومية الأمريكية من طراز A10 للتحقق من قدرات الضربة الدقيقة للقوات الجوية المقاتلة. وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية قالت إن البلاد اختبرت طائرة بدون طيار جديدة قادرة على الهجوم النووي تحت الماء، حيث حذر الزعيم كيم جونغ أون كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من وقف تدريبات الحرب ضد كوريا الشمالية.